بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الجمال، مساء الأصالة، مساء العراقة، مساء العراقة، مساء الفنون والثقافة، مساء السلام لأهل السلام من بلد السلام من عمان. أهلا وسهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج من عمان. سعياً للارتقاء بالعمل الحرفي بالسلطنة وتطويره وإبراز دوره الحضاري على مر العصور، دشنت الهيئة العامة للصناعات الحرفية إعلاناً لمسابقة الإجادة الحرفية لعام 2013-2014، وذلك في مجالي الإنتاج الحرفي والمشاريع الحرفية المجيدة. تم الإعلان عن المسابقة بتوضيح شروطها ومجالاتها، على أن يتم تسليم الأعمال المقدمة يوم الاثنين القادم، ويقدم المتسابق عمله إلى دوائر رعاية الصناعات الحرفية في المحافظات التابعة لها. كانت المسابقة تحمل في نسختها الأولى اسم مسابقة الإبداع الحرفي، ثم تغيرت إلى مسابقة التميز الحرفي لأربعة مواسم على التوالي. بعد ذلك جاءت المسابقة منذ عام 2010 لتحمل اسم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، إذ أصبح مسمى المسابقة مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية. تشتمل مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية لهذه السنة على مجالين فقط للإجادة الحرفية، وفق معايير واشتراطات معينة حسب ما تم إيضاحه في الإعلان، وهذا ما ميزها عن السنوات الأخرى، بينما المسابقة في السنوات الماضية شملت خمس مجالات، وهي مجال المشاريع الحرفية، ومجال البحوث والدراسات، ومجال الرسم والتصوير الضوئي. حياكم الله مشاهدينا، ومثل ما شفتوا قبل قليل ظهر على الشاشة قنوات التواصل بالبرنامج، برنامج من عمان. بإمكانكم التواصل معنا عبر التويتر وأيضا الفيسبوك، عبر صفحاتنا المخصصة في هاتين الوسيلتين التواصليتين الاجتماعيتين، وبإمكانكم مشاهدينا مشاركتنا بمقترحاتكم حول المواضيع اللي تودون أن نطرحها في برنامجنا، وأيضا طرح الأسئلة حول المواضيع المختلفة اللي نطرحها من خلال حلقات برنامجنا اللي يأتيكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من الثامنة وحتى التاسعة مساء. إذن مثل ما شفنا خلال التقرير اللي عرض قبل قليل عن مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية للدورة الحالية 2013-2014، خلونا نقترب مشاهدينا أكثر من هذه المسابقة، الجديد في هذه المسابقة، وأيضا مجالات هذه المسابقة في هذه الدورة، والعديد من المحاور الأخرى حول هذه المسابقة من خلال ضيفنا اللي منورنا معنا في استديو من عمان، الشيخ عبد الوهاب بن ناصر المندري، مدير عام رعاية الصناعات الحرفية بالهيئة العامة للصناعات الحرفية. مساك الله بالخير معنا الشيخ. اهلا وسهلا، مساكم الله بالنور والسرور الاخت عايده. اهلا وسهلا، نورتنا في برنامج من عمان. واذا نتحدث مباشره، نبدا من الاخير، حيث تم الاعلان طبعا مؤخرا عن مسابقه او جائزه السلطان قابوس للاجاده الحرفيه لهذا العام، ولاحظ الجميع ان هذا العام اقتصرت المسابقه على مجالين فقط،
راح نذكرهم وراح نسأل لماذا هذه المجالين بالذات هذه السنة. وبس خلينا بداية نتعرف على الجديد غير المجالين أو اختصار المسابقة على هذين المجالين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله فاتحة كل خير. أولا بسم الله العام للصناعة الحرفية نتقدم إليكم لتلفزيون سلطنة عمان برنامج من عمان على الأخص على الاستضافة وعلى أيضا الاهتمام بإبراز المناشط والفعاليات ذات التماس المباشر مع الرأي العام. فيما يتعلق بإطلاق مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية في دورته الثالثة تم الإعلان عنها من يومين يوم 9/9/2013 أي يوم الاثنين الماضي. واليوم تم بث أيضا رسالة SMS في أيضا لكافة مشتركي وسائل الاتصال. فيما يتعلق بالجديد في هذه الدورة هناك دائما هذه المسابقة تتطور بفعل المشاركات، وما نتوقع هذه المرة هو التطور في مسألة الجودة. دائما هذه ملاحظة كانت موجودة حتى في شكل المنتج بشكل عام، ويأتي عنصر الجودة من عدة جوانب، لأنه الجودة في هذا المنتج يتحدد بمعيارين رئيسيين، هو المحافظة على الهوية وأيضا قابلية التسويق في إطار الحياة العصرية. وهؤلاء عنصرين متضادين الحقيقة في جانب كثير من المنتجات، ونجد أنه في تجاوب كبير جدا لمزج العنصرين ببعضهم البعض في إنتاج منتجات قابلة للاستخدام النفعي أو للاستخدام الجمالي في الحياة العصرية، ولكن أيضا بهوية وطنية، وهذه هي أحد أهم أهداف المسابقة. نعم، إذا ذكرنا أن أيضا من الجديد يمكن غير متوقع عند الحرفيين اللي عادة يشاركون في هذه المسابقة اقتصار المسابقة على مجالين فقط هذه المرة، اللي هما مجال الإنتاج الحرفي ومجال المشاريع الحرفية. لماذا أقدمتم على هذه الخطوة شيخ؟ هو ليس اقتصار، وإنما كان هناك انفراج فيما سبق، وكانت تجربة ومحاولة جس نبض تفاعل الرأي العام مع هذا القطاع. نعم. والآن كانت للجان التحكيم وأيضا للخبراء الدوليين أيضا نصايح، وهو التركيز على الحرفي وعلى المنتج الحرفي. نعم. وهذا كان يصب في تثبيت هذين المجالين، وإنما لم يكن هذا اقتصار، إنما هذا كان منذ البداية وحتى من بدايات إطلاق المسابقة. ولذلك اسمحي لي يعني ما نسميها هي اقتصار، وإنما هو تركيز في جانب محدد أكثر من الانفراج الذي تم في مرحلة من المراحل، وهذه المرحلة أيضا قابلة للإعادة، ولا يعني لا يمكن العودة إليها، وإنما هي كانت فقط لجس النبض وأثبتت فاعليتها، ووجدنا أيضا تجاوب كبير من المجتمع. جميل. في المجالات التي يمكن الآن تم جزئيا أو مرحليا التركيز فيها على البرامج أو على المجالين المذكورين. الشيخ عبد الوهاب، يعني هذا التركيز على هذين المجالين جاء لأنكم من خلال التجارب السابقة ودورات المسابقة في الدورات الماضية لقيتوا أن هذا المجالين بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى رعاية أكثر، بحاجة إلى مثلا أنكم يعني دعم الحرفيين فيها بشكل أكبر وصقلهم في هذه المجالين؟ لا أستطيع الإنكار أن هذا موجود، ولكن أيضا طبيعة هذا القطاع هو متجدد ومتطور، ولذلك التطور سمة سائدة وموجودة، وبالتالي نعم نستطيع القول أن هذا الكلام إلى حد ما صحيح، ولكنه هي أيضا سمة متجددة بتجدد وتطور الحياة. نعم، خلينا نتكلم عن الشروط، هل هي نفس الشروط أم يعني في اختلاف في الشروط بحكم أن هذين مجالين تم التركيز عليهم في هذه المسابقة؟ هي شروط غالبا ثابتة غالبا في كل الدورات الثلاث على الأقل، ونركز عليها لأنها تمس الجانب الوطني في المقام الأول.
أحد أهمها حقيقة أن تكون هذه الأعمال هي من صنع يد المشارك. نعم. أو صاحب المشروع هو نفسه صاحب المشروع، وأن لا يكون لدى صاحب المشروع عمالة وافدة، وأن يكون أيضا لديها سجلات المحاسبية ولديها الموافقات الحكومية الأخرى اللازمة، بمعنى أنه امتهانه سواء كان حرفي فرد أو صاحب مؤسسة إنما هو امتهان مقنن وصحيح ويمارس عمله بطريقة سليمة. نعم، في حرفيين يحبون أنهم يشاركون سنويا، هل من ضمن الشروط أن ما في مانع أن الحرفي يشارك سنويا في هذه المسابقة، أم أن لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا الجانب عندما يتم التقييم؟ فقط من باب التوضيح، المسابقة حاليا تتكرر مرة كل سنتين. نعم. وحقيقة لا يوجد ما يمنع إطلاقا من أن يتكرر نفس الأشخاص المتسابقين، ولكن لم يحدث حتى الآن أن تكرر الفائز. نعم، الفائز لم يتكرر، ولكن ممكن أن الحرفي يجرب حظه في كل دورة. بكل تأكيد وهذا وارد. نعم، طيب يعني نقترب أكثر أيضا من آلية تقديم المشاركين لأعمالهم أو المشاركة في هذه المسابقة. نعم، حسب ما تم الإعلان يتم حسب ما ورد في الإعلان يتم تقديم الأعمال المشارك بها في دوائر الصناعات الحرفية بالمحافظات، وفيما يختص بمحافظة مسندم يوجد للهيئة مركز في ولاية خصب وأيضا تم ذكره في الإعلان. نعم. وهناك دوائر هي معنية باستلام هذه الأعمال وحدد لها في التاريخ في الإعلان، هو يوم 16 ديسمبر كآخر موعد لاستلام الأعمال يوم المتنافسة. يوم الاثنين القادم إذن أمامهم 16 ديسمبر. ديسمبر. نعم. نهاية العام إذن تقريبا بعد 3 شهور، لأنه نعم. هو الإعلان هو الاحتفال يتم يوم 3 مارس من كل نعم من يوم كل الحرف عام. نعم، يوم الحرف العماني بالضبط. ولذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في نهايات فبراير من عام 2014. ويقيم الشيخ المشارك الحرفي حسب العمل اللي هو قدمه، أم إن اللجنة ممكن تزوره في مكان عمله وتطلع على باقي الأعمال؟ بكل الأحوال في كل الأحوال لابد من زيارة مواقع الحرفيين فيما يتعلق بالمشاريع. نعم. ولكن أيضا التحكيم أو التقييم يتم على مراحل، في مراحل أولية تتم من خلال الجهة الإقليمية في المحافظة ذاتها، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التحكيم النهائي بعد اختيار الأعمال المؤهلة أو المرشحة للفوز. وفي التحكيم النهائي تدخل أطراف دولية، منها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو. جميل. ومنها مجلس الحرف العالمي، ومنها أيضا منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو، ولهؤلاء ممثلين هم محكمين دوليين يحضروا، وأيضا حتى رئاسة لجنة التحكيم النهائي يرأسها سعادة نائب رئيسة مجلس الإدارة، وهو سعادة وكيل وزارة التراث. نعم. وبالتالي نحن في الهيئة نحمل بطريقة حيادية أيضا في جانب التحكيم النهائي. نعم. مع إبراز كافة المراحل التي تمت وأيضا توضيح للمنهجية كاملة في مسألة الشروط وتقديم الأعمال والعناصر طبعا التي وضعت للتقييم أو حتى للحركة منذ البداية. نعم، يعني خلال دورات هذه المسابقة المتتالية كيف لمستم استجابة الحرفيين الشيخ، وأيضا يعني روحهم التنافسية أيضا فيما يخص الأعمال اللي يشاركون فيها؟ التجاوب كبير وفي تنامي في الأعداد، لربما يعني في مراحل نحن الآن نركز كثير على مسألة المشاريع، لأنه التوجه في مسألة التنمية المستدامة قائمة على مسألة المشاريع وهي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. وهذه تلامس بطبيعة الحال كافة الحرفيين، ومن جانب الهيئة توجد برامج لتشجيع كل الحرفيين إلى أنهم يقيموا مؤسساتهم الصغيرة حتى المتناهية الصغر إن كان ولا بد، بحيث أنه هذه التجاوب يؤدي أيضا من طرفهم إلى الاستفادة من جوانب التحفيزية أو من البرامج التحفيزية التي تضعها الدولة لهؤلاء أصحاب المؤسسات ومنهم قطاع الحرفيين. جميل. وتجاوبهم جيد وتجاوبهم أيضا مثلق للصدر، لأنهم كثير ما يستوضحوا عن استفسارات تتعلق بكيفية تقديم المنتج، بكيفية تقديم الخامات، بكيفية إمكانية الاستعانة أيضا إذا كان لابد. ونحن طبعا نشترط أن تكون الأعمال المقدمة هي من صنع يد المشارك نفسه وليست بمعونة طرف آخر. نعم. لأنه يحدث أن يقال له أنك تعال أقيم هذا العمل أو اشرح بالتفصيل الكامل كيف عملته. حلو. نعم. للتأكد أنه هو بالفعل من قام بعمل
عمل هذا المشروع. طيب يعني أكيد ما يخفى على أحد أن في خوف كبير على هذه الحرف من الاندثار يعني الله يحفظهم آبائنا وأجدادنا اللي من يمارسون هذه المهن كبار السن اليوم هم من يمارسون هذه المهن ولكن أو يعني هذه الحرفيات. خلينا نتكلم عن المقبلين على هذه واللي دائما أنتم تلمسون من خلال المشاركين في هذه المسابقة، هل هذا الخوف مبرر فعلا أم أن لا الشباب اليوم قاعدين يمارسون ويعملون في هذه الحرف ويحافظون عليها وأيضا بالإمكان أن هذه الحرف تتوالى جيل بعد جيل ولا تندثر؟ نعم، هي مسألة الاندثار قد يكون هاجس ولكنه أيضا التغلب على هذا الهاجس ممكن جدا، وليس بصعوبة أن تستمر هذه الحرف وهذه الموروثات وأن تبقى لأجيال القادمة. إنما هناك كثير من المجتمعات اعتمدت على الحرف في اقتصادياتها المباشرة بالضبط. ولذلك نحن نضمن استمرارها يجب أن نربطها بالمنفعة المباشرة من أثر هذه ممارسة هذه الحرفة وهي الجانب المعيشي للفرد. نعم. والجانب المعيشي يجب أن يكون جانب مرضي وهذا الإرضاء له أيضا تدرجاته ولا يكتفى، ولذلك هناك كلمة أوجهها الآن يعني لي كافة أيضا المتعاملين مع هذا القطاع وبالذات مع المنتجات الحرفية. كثير ما نسمع من العملاء أو الزبائن أو مقتني هذه التحف أو هذه القطع الحرفية يقولون بأن السعر غالي، ولكن نسوا على أنه وراء هذا أولا انفراد وثانيا عناء وثالثا هو ليست بقالب في مصنع صح. تنتج منه آلاف القطع وتأتينا من الخارج وتدخل سوق المنافسة، وبالتالي هنا أيضا في إجهاض في حق هذا الحرفي. لذلك هنا كلمة وجهها لكافة المشاهدين الكرام أنه يجب التعامل مع هذه القطعة من المنتجات الحرفية على أنها تحفة. نعم. وأن وراءها صبر وأن أيضا هناك منفعة أسرة أو فرد وأن هناك أيضا قيمة مضافة عالية جدا للمجتمع ككل في الاقتصاد الكامل وفي الاقتصاد الكلي، بالتالي يجب أن ينظر إلى هذا المنتج من منظور أننا نشجع من عدة جوانب هذا المنتج وصاحب هذا المنتج وهذا القطاع. نعم، احنا نتوجه لك بالشكر الشيخ عبد الوهاب بن ناصر المنذري مدير عام رعاية الصناعات الحرفية بالهيئة العامة للصناعات الحرفية على انك شرفتنا في برنامجنا اليوم ونورتنا واعطيتنا هذه الإضاءة الجميلة عن مسابقة السلطان قابوس، جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية للدورة الحالية 2013-2014، ونتمنى كل التوفيق لجميع الحرفيين اللي ان شاء الله راح يشاركون في هذه المسابقة. شكرا لك الشيخ. أهلا وسهلا، وأنا أيضا بدوري أشكركم باسم الهيئة العامة للصناعة الحرفية مرة أخرى على هذه الاستضافة وعلى هذا التوضيح بالتصريح ليس بالتلميح وإنما بكامل التوضيح لكافة المشاهدين الكرام. مشاهدينا يستاهلون هذا التوضيح، شكرا جزيلا لك الشيخ. إحنا إذا مشاهدينا متواصلين معاكم وباقي فقرات برنامج من عمان، خليكم معنا. في زنجبار قبل العام 1828، لكن السنوات اللاحقة ستثبت كيف أن القرنفل أصبح يشكل ركيزة الاقتصاد في زنجبار. تعود قصة زراعة القرنفل في زنجبار إلى شخصية عمانية تكاد تكون مجهولة تماما، صالح بن حرمل العبري أستاذ بناء. كلفه السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي أن يبني له أول بيت في زنجبار هو بيت المتوني. في التشطيبات الأخيرة للبناء سيقوم العبري بزيارة خاصة إلى مستعمرة فرنسية هي جزيرة رينيون القريبة من مدغشقر.
سيكتشف العبري هناك البدايات الأولى لزراعة القرنفل في تلك الجزيرة. ولأن العبري ينحدر من أصول فلاحية، قرر أن يأخذ بذور القرنفل لزراعتها أمام بيت المتوني، وقد وجدت الشجرة أرضاً خصبة في زنجبار. اقتنع السلطان سعيد بجدوى زراعة القرنفل في الجانب الأفريقي من مملكته الواسعة. كانت نظرة السلطان الاقتصادية ترى أبعد مما يتخيله رعايا مملكته. لقد أمر السلطان سعيد رعاياه من العمانيين بزراعة 3 أشجار قرنفل بدل كل شجرة جوز هند واحدة. بالتأكيد حدث جدل كبير بين رعايا السلطان حول الجدوى الاقتصادية من وراء زراعة شجرة تدخل أراضي زنجبار لأول مرة، لكن إصرار السلطان كرجل دولة يتمتع بحس رجل الأعمال المتمرس سيثبت للعالم دقة ملاحظته وقراءته المستقبلية. ازدهرت زنجبار اقتصاديا بفضل شجرة القرنفل، وأصبحت في فترة لاحقة تصدر أكثر من 70% من احتياجات العالم من هذا التابل، محققا أرباحا تجاوزت 200% في أوروبا. لكن القدر لم يكن منصفا أبدا تجاه الرجل الأول الذي جلب البذرة إلى زنجبار، فقد مات صالح بن حرمل العبري مخلفا بنتا عاشت حياة الفقر والعوز إلى أن رحلت. تفاصيل المهمة. المهمة 2، قم بتحميل صورة وأنت تقفز وتشرب ماونتن ديو في الهواء أمام معلم سياحي في مدينتك، ولتبدأ المنافسة بين المدن. نفذ مهمة ديو كرو الآن عن طريق ديوكرو أريبيا.com واجمع النقاط لفرصة ربح جوائز قيمة. ماونتن ديو، قوي قلبك. كل الشكر للأستاذ إبراهيم اليحمدي على هذا التقرير الجميل عن محصول القرنفل الذي يعد يعني ركيزة الاقتصاد في زنجبار. ذكر معلومة جدا جميلة يمكن الكثير ما يعرف عن هذه المعلومة، اللي وهي المتعلقة بمن أدخل هذا المحصول إلى زنجبار، وهو العماني صالح بن حرمل العبري الذي يعد هو مكتشف زراعة القرنفل في زنجبار.
احنا راح نكون مصرين في هذه الاجواء في اجواء زنجبار ولكن راح ننتقل من زنجبار الى دار السلام في جمهوريه تنزانيا والحديث حول معرض عمان وعلاقاتها الدوليه. معنا مباشره من دار السلام سعاده يحيى بن موسى البكري سفير السلطنه المعتمد لدى جمهوريه تنزانيا. مساء الخير سعاده السفير. مساء النور اخت عائله. حياكم الله. إذا سعادة السفير، معرض عمان وعلاقاتها الدولية والذي تم افتتاحه مؤخرا يوم 9 من هذا الشهر، كيف لحد الحين لقيتوا الإقبال على هذا المعرض؟ بداية أخت عايدة أشكركم على إتاحة الفرصة لي للتحدث عبر هذا البرنامج مع تلفزيون سلطنة عمان. الحقيقة أن شكل المعرض الوثائقي المحطة الثانية لنشاطات وفعاليات الهيئة. نعم. وشهد رعاية على مستوى رفيع حيث فتح تحت رعاية فخامة الدكتور محمد غريب بلال نائب رئيس جمهورية تنزانيا وبحضور فخامة الرئيس الأسبق الدكتور علي حسن مويني وعدد كبير من المسؤولين في الحكومة والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وجمع من الجالية العمانية فضلا عن رؤساء الجامعات والاساتذه. نعم. هذا المعرض ضم في جانبات الكثير من الوثائق الهامه اللي يمكن الحديث يطول فيها. نعم. لكن الحقيقه المعرض حظى باهتمام كبير ولاقى استحسان من قبل فخامه نائب الرئيس والحضور والزوار، وقد عبر نائب الرئيس في كلمته عن التواجد العماني ودور العمانيين الحضاري وأشار بالتاريخ والحضارة العمانية وكذلك بالعلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان وتنزانيا. نعم، يعني أهمية إقامة مثل هذه المعارض سعادتك في الدول تربطها أو يربطها تاريخ مع السلطنة وخاصة بالنسبة للأجيال الحالية. مما لا شك فيه ان مثل هذه المعارض اخت عايده تعتبر اداه فعاله لنقل حقيقه وواقع التاريخ العماني والحضاره والثقافه العمانيه الى مختلف دول العالم دول وشعوب العالم. نعم. ونظرا لكون ذلك التاريخ له بصمات كبيره وواضحه في دول الشرق الافريقي بصفه عامه وتنزانيا على وجه الخصوص، يعني اقامه هذا المعرض في تنزانيا سوف يفتح ويوسع مدارك شعوب المنطقة حول التاريخ العماني والوقوف عن كثب لمساهماته الإنسانية والثقافية والتاريخية والدينية في دول منطقة الشرق الأفريقي. نعم. الحقيقة أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الوثائق في إبراز التاريخ والحضارة العمانية لدى شعوب دول العالم جديرة بالتقدير، ونشكر الهيئة ونشد على عضد الهيئة نحو الاستمرار في هذا النهج بإقامة مثل هذا المعرض سنويا في مختلف دول العالم. نعم. أنا باعتقادي أن المعرض قد حقق الأهداف المرجوة كما تمكن من إظهار وإبراز الحضارة والتاريخ العماني وإبراز عمان وعلاقاتها بالعالم قديما وحديثا. نشكر الهيئة الوثائق والمحفوظات لهذا الدور الذي تقوم به لخدمة التاريخ وحضارة عمان. نعم سعادة سفير، يعني ذكرتم في بداية الحوار أن هناك الكثير من المعروضات اللي يحتويها هذا المعرض، يمكن كذي أثرت فضول عند الناس وقلت أن لا يمكن حصرها، ولكن احنا فعلا حابين نقترب أكثر مما يعرضه هذا المعرض. يمكن أبرز الأشياء اللي لفتت انتباهكم سعادة السفير. المعرض اشتمل على في جنباته وثائق هامة حقيقة تمثلت في المعاهدات والمراسلات بين أئمة وحكام وسلاطين عمان وملوك ورؤساء الدول العربية والدولية وغيرها من دول العالم، وثائق أيضا تظهر التنظيم الاجتماعي والإداري والسياسي لعمان خلال الحقبة الزمنية المختلفة. هناك أيضا وثائق تعنى بالحياة العلمية والثقافية والعدلية والاجتماعية. في جنبات المعرض تجدين ايضا خرائط تعود بعضها الى القرن الخامس عشر الميلادي. نعم. وقد اظهرت التواصل العماني ودور مسقط كمركز ارتكاز لهذا التواصل مع مراكز وعواصم الدول. هناك ايضا صور لمواقع اثريه وتاريخيه قديمه تعود الى حضارات ما قبل الميلاد، فضلا عن نماذج للقلاع والحصون المشيده. تجدين ايضا في المعرض
إبهار لمسيرة النهضة المباركة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله، وتناول هذا القسم زيارات الملوك والرؤساء لعمان وزيارات جلالة السلطان إلى دول العالم. هناك أيضا تناول معرض مخطوطات عمانية في العلوم الفقهية والأدبية. جميل. وتم عرض نماذج للعملات التي صدرت في عمان أو التي صدرت في شرق أفريقيا، وكذلك عرض الطوابع التي صدرت باسم عمان. هذه أهم المقتنيات التي تتضمنها المعرض أستاذة. جميل. إذا ممكن إحنا نشوف هذا المعرض مقام هنا في عمان سعادتك، حتى أيضا اللي موجودين في السلطنة وأيضا زوار السلطنة يشاهدون هذه المقتنيات الثمينة؟ هو حسب علمي أن هناك في معرض سنوي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في السلطنة ثلاثة سنوية في عمان. وعلى ما أعتقد بيكون هذه السنة في شهر نوفمبر حسب ما علمت يعني. إن شاء الله. فأكيد أن المعرض الذي سيقام في عمان أيضا سوف يحتوي على نفس المقتنيات ونفس الوثائق التي تم ذكرها الآن يعني. إن شاء الله. طبعا المعرض راح تختتم فعالياته غدا سعادتك؟ لا، هو المعرض اليوم اختتم الفعاليات لأن الفترة كان من 9 إلى 11 منتصف يوم 11، واليوم كان يوم الختامي للمعرض. نعم. إذا إحنا طبعا كل الشكر لكل من كان خلف إقامة هذه الفعاليات وأيضا هذه المناشط التاريخية والتراثية والتي تقرب عمان وعلاقاتها أيضا من الدول الأخرى. شكرا سعادة يحيى بن موسى البكري سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تنزانيا. إذا إحنا متواصلين معكم مشاهدينا، خليكم معنا. تدشن دار الأوبرا السلطانية موسمها الجديد السبت القادم بعد تألقها في 3 مواسم سابقة. استطاعت من خلالها الدار بث روح الموسيقى الأوبرالية وإعادة الحياة بها لتتراقص نغماتها إقليميا وعالميا. سيحفل الموسم بفعاليات موسيقية متنوعة تصدح بها مسقط لتصل نغماتها عبر نسيم التألق، وتتلألأ عبر نفحاتها العديد من الأعمال الفنية لتسطع بها الدار مساحة من الزمن في سماء مسقط. سنستمتع خلالها بالعروض الأوبرالية والكلاسيكيات والأرابيس وعروض العائلة والأداء الفلكلوري والعروض الأدائية، وستتفرد أذاننا بأكبر العبقريات الموسيقية على مستوى العالم وبحضور أشهر الفنانين من مختلف بقاع العالم. كما سيتضمن الموسم حلقات عمل مع بعض الفنانين الزائرين ومحاضرات ما قبل العروض وجولات تعريفية بالدار على مدار الموسم. مجمل هذه الفعاليات وغيرها ستسهم في تأكيد دور الدار الثقافي وتعزيز التواصل مع المجتمع العماني. وستفتح أولى فعاليات الموسم الرابع بعرض استثنائي لرائعة روسين الشهيرة حلاق إشبيليا. ستأخذ قارات العالم على اختلاف مساحتها لتنشر عبير سحرها الموسيقي متيحة للحضور والتوحد للتمتع بها، فيتأصل مبدأ التبادل والتنوع الثقافي الذي نقلته الدار عبر القارات والبحار لشواطئ العاصمة مسقط لتكون موقع استقطاب لعروض عالمية إلى جانب باقة من المواهب المحلية، مما يزيد من كفاءة الدار وقدرتها بأن تكون مؤسسة رائدة في مجال الفنون والثقافة بالمنطقة، وبالتالي تكون مكسب حضاري وإنساني متميز مبني على الاحترام المتبادل والانفتاح على الآخر والاحتفاء بالموروث الموسيقي والفني المشترك.
حياكم الله مشاهدينا، وما زلنا مستمرين معكم مع فقراتنا في برنامجنا من عمان. فقرتنا التالية راح يكون فيها الحديث ثقافي فني عن الصرح الحضاري والثقافي الموجود في السلطنة، عن فعاليات دار الأوبرا السلطانية مسقط. هذه الدار اللي إن شاء الله راح تنطلق فعالياتها قريبا إن شاء الله يوم 14 من هذا الشهر الجاري. طبعا ضم في موسمها الحالي العديد من العروض المتميزة العالمية والعربية، وأيضا العروض الأوبرالية والسيمفونية. طبعا كل ذلك من أجل أن تحقق رؤية هذه الدار أو فلسفة هذه الدار، وهي أنها موقع الالتقاء الحضاري والثقافي بين الشعوب. لنقترب أكثر ونتعرف أكثر عن فعاليات دار الأوبرا السلطانية مسقط في موسمها الرابع، يسرنا أن يكون معنا الدكتور ناصر بن حمد الطائي، مستشار مجلس إدارة الأوبرا السلطانية مسقط للتعليم والتواصل المجتمعي. دكتور ناصر، مساء الأنوار، أهلا بك. إذن نورتنا دكتور، والحديث راح يكون عن فعاليات الدورة الرابعة لدار الأوبرا السلطانية مسقط. مثل ما عرفنا أنها راح تضم العديد من العروض المتميزة جدا، لدرجة أن سمي هذا المعسل في موسم النهوض. صحيح. طبعا بعد تألقها في ثلاث مواسم سابقة، استطاعت من خلالها الدار بث روح الموسيقى الأوبرالية. نعتذر لكم مشاهدينا عن الخطأ الغير مقصود، ونعود لحوارنا عن فعاليات الدورة الرابعة لدار الأوبرا السلطانية مسقط، واللي إن شاء الله راح تدشن يوم 14 من سبتمبر 2013. وحول هذا الموضوع ينورنا معنا في استديو من عمان الدكتور ناصر بن حمد الطائي، مستشار مجلس إدارة الأوبرا السلطانية مسقط للتعليم والتواصل المجتمعي. نرحب بك مرة ثانية دكتور. إذا مثل ما ذكرنا قبل لا يحدث الخلل، إذا هذا الموسم يضم مجموعة من العروض المميزة جدا، لدرجة أن أطلق عليه موسم النجوم. نقترب أكثر من العروض الموجودة في هذا الموسم. طبعا سياسة الدار هي سياسة مبنية على التنوع. نعم. وعلى التميز. هذا التنوع له العديد من الدلائل والمعاني، فسيشمل طبعا العروض الأوبرالية، العروض المسرحية، العروض الأدائية، بالإضافة إلى العروض الأوركسترالية. نعم. والفرق العالمية. جميل. هناك أيضا تعددية في نوعية في جنسيات هذه الشركات التي ستقوم بتقديم هذه العروض. هناك فرق عمانية، عربية،
وعالمية. جميل. فبالتالي ستحتضن السلطنة أكثر من 80 عرض في خلال الموسم القادم على مدى 9 شهور، وطبعا ستشمل 6 قارات و33 دولة مختلفة. هذه التعددية نأمل أن تنعكس إيجابيا على إثراء الحراك الثقافي والفني في السلطنة وفي المنطقة بشكل عام. جميل. إذن يعني هذا الموسم بمشيئة الله راح يقدم من خلاله 80 عرض يشاركون فيه فنانون من 33 دولة تمثل القارات الست. هذه العروض حسب ما عرفنا أنها تتنوع ما بين الأوبرا وأيضا الباليه والكونشيرتو والغناء الأوبرالي المنفرد والفلامينغو وموسيقى آلة الأورغن أيضا اللي تم تدشينها مع نهاية العام الماضي والموسيقى العربية وأيضا الإنشاد والابتهالات الصوفية. إذن هذا التنوع يعني مثل ما ذكرت هو يعني في هذا المكان يتم الاحتفاء بالفنون وأيضا الموروث الإنساني المشترك من كل بقاع العالم. طيب دكتور، يعني عندما تختارون هذه العروض ما هي المعايير التي على ضوئها تتم اختيار هذه العروض لتعرض في هذا الصرح الحضاري والإنساني؟ طبعا أهم شيء المقياس الفني اللي هو التز والإبداع. دار الأوبرا السلطانية دار تعتبر واحدة الآن بحمد الله من أشهر دور العرض في العالم. نعم. أكثرها تميز من ناحية المعمارية، من ناحية التصميم الصوتي، التقنيات الصوتية، تقنيات المسرح الموجودة فيها، وبالتالي لازم تنعكس هذه الأهمية وهذه القيمة الفنية للمكان على الأعمال اللي راح نقدمها. فنراعي أن تكون الأعمال على قدر المسؤولية وأن تنال طبعا سمعة عالمية حتى تنعكس بشكل إيجابي على الدار. وبالتالي سمينا الموسم بموسم النجوم لأنه في طبعا الكثير من النجوم العرب والنجوم العالميين. ستكون هناك استضافة للفنان العراقي كاظم الساهر، الفنانة ماجد الرومي، الفنان التونسي لطفي بوشناق. هناك واحد من أفضل عازفي التشيلو في العالم يويو ما، الفنان الأمريكي من أصول صينية، وهناك مجموعة من أمهر قائدي الأوركسترا في العالم. جميل. مثل فينغروف، دودامل، وكلاوديو أبادو. جميل. مجموعة هذول الفنانين ووجودهم في السلطنة وفي مسقط يجعل من دار الأوبرا السلطانية مركز إشعاع حضاري وتنويري في المنطقة. نعم بالتأكيد دكتور. إذا مع هذه العروض، وعلى فكرة قبل لا أنتقل للعروض فيما يخص الفنان كاظم الساهر، حسب ما عرفت أن التذاكر نفذت وفي عرض آخر راح يكون، يعني حفلتين لكاظم، والحفلة الثانية أيضا خلصت وعندنا المئات من اللي ينتظرون في القائمة. فالحمد لله الإقبال جيد جدا، ونحن سعيدين أن قدمنا خدمة للمجتمع العماني وللجمهور في المنطقة. يعني بناء على هذا الإقبال اللي حصلته دكتور على هذه العروض وأيضا هؤلاء الفنانين، وحسب الإعلان أن 80 عرض راح يعرض خلال هذا الموسم، هل بالإمكان أن تتم زيادة بعض العروض مثلا خلال الموسم متى ما ارتأيت ذلك أو متى ما استجد جديد؟ إحنا أن هذه هي الثابت، العدد الثابت. إحنا نحاول أن تكون البرامج مطروحة في وقتها، ويعني نركز على ثبات هذه البرامج. نعم. ولكن هناك أحيانا ظروف مثل نفاذ التذاكر، زيادة الإقبال، إذا قدرنا أن نضيفها، وإذا كانت هناك مساحة من جهة الفنان أو من المسرح نفسه ممكن أن نضيفها. نعم. لكن بشكل عام نحاول نكون متقيدين بالبرنامج المعد حتى لا تكون هناك يعني أي لخبطة في العروض. نعم. أيضا بجانب العروض الفنية اللي راح تقدم على مسرح الأوبرا، أيضا هناك في ندوات، في ملتقيات، في فعاليات مثل البيت المفتوح أقيمت من قبل، في محاضرات
قبل الندوات وأيضا بعض الفعاليات الأخرى وحلقات عمل. خلينا نتعرف أيضا على دور الأوبرا الذي يخص المجتمع وأيضا الدور التثقيفي والتنوير اللي ذكرته دكتور أنور من خلال إقامة هذه الفعاليات. طبعا هو رسالة الدار غير مقصورة على العروض، يعني نعم. العروض تمثل أحد الجوانب المهمة من رسالة الدار. الرسالة الثانية واللي أعتقد أنها بنفس الأهمية هي التواصل مع المجتمع ولعب دور تثقيفي وتعليمي إيجابي في حياة الإنسان. نعم. إحنا لما نقوم بهذه العروض لا نريدها أن هذه الشركات أن تيجي وتقدم عروضها وبعدين تطلع بدون ترك هذا الأثر المهم في حياة الإنسان. نعم. فنحاول إشراك أكبر عدد ممكن من الطلبة من هناك حفلات خاصة للأطفال، هناك حفلات خاصة للعائلة، ونحاول دائما من خلالها إبراز المواهب الشابة عن طريق إشراك المواهب العمانية المحلية في هذه البرامج والتواصل مع المجتمع حتى يكون هناك تلاحم. جميل. بين المدرسة وبين المجتمع وبين دار الأوبرا السلطانية، وبالتالي بدأنا بالفعل في استقبال آلاف الطلبة. نعم. عن طريق زيارات أسبوعية، عن طريق إقامة حفلات غير معلن عنها. نعم. ولكنها حفلات إضافية للأطفال. جميل. نقوم فيها باحتضانهم وبتقديم أعمال. العام الماضي قمنا بعمل مهم جدا اسمه مبني على قصة بيتر والذئب. نعم. وقمنا بترجمة هذه القصة الفولكلورية الخيالية. نعم. إلى العربية، وهي بحد ذاتها إنجاز فني، وتقديمها للطلبة العمانيين بشكل مبسط وبشكل جمالي وطبعا مجاني للأطفال. جميل. فهذه طبعا فلسفة مهمة هدفها أن تكون الفنون الراقية والسامية واللي تلعب دور مهم في حياة الإنسان جزء من حياتنا ومن مجتمعنا. فيما يخص دكتور أيضا في الندوات والملتقيات اللي تنظمها الدار، يمكن البعض يتساءل عن ماهية هذه الندوات والملتقيات. صحيح. طبعا أيضا الجانب الأكاديمي أو الجانب الثقافي أو الفكري عامل مهم. أحد الروافد اللي تصب في رسالة الدار راح تكون هناك إن شاء الله ندوتين، ندوة في عن آلة الأورغن. نعم. طبعا آلة الأورغن في دار الأوبرا السلطانية أحد أهم الآلات العالمية، ودار الأوبرا السلطانية فيها واحدة من أكبر آلات الأورغن في العالم المتحركة. نعم. في الأورغن فيها أكثر من 4500 أنبوب للصوت، وبالتالي مصممة بطراز معماري عربي وإسلامي فريد. وبالتالي نحتضن هذه الفعالية حتى نبين أهمية هذه الآلة في التاريخ الموسيقي، أنواع المتعددة اللي بتقوم فيها والألوان الموسيقية اللي بتقدمها، ونأمل باحتضان طلبتنا هذا الموسم وتقديم عرض سينمائي مصاحب بالموسيقى، طبعا موسيقى الأورغن في هذه الحفلة. هناك أيضا ندوة عن الفن الصوفي وعلاقة الموسيقى بالروحانيات، نكتشف من خلالها أهمية هذا النوع أو اللون من الموسيقى في الحياة الإنسانية. نعم. هذا من ناحية الندوات اللي طبعا معدة بشكل ثابت. عندنا أيضا اللي تفضلتي فيها محاضرات ما قبل العرض. نعم. وهي محاضرات مهمة نقوم بتقديمها للحضور ساعة قبل العرض باللغتين العربية والإنجليزية، ومهمتها طبعا التواصل مع المجتمع، لكن أيضا دور تعليمي وتثقيفي، إن إحنا نحاول نشرح أهمية هذه العروض، نحاول نشرح دورها في التاريخ الفني والموسيقي، ونقدم للمستمع طبعا نبذة عن التاريخ الموسيقي لهذه العروض، حتى لما يدخل على قاعة العرض يكون عارف ويكون ملم
بأهمية هذا العرض. نعم، أيضا حدثنا دكتور عن الحضور العماني في هذه الفعاليات، نعرف حتى من خلال الدورات السابقة أن تحرصون على وجود الفنون العمانية والحضور العماني بشكل عام من ضمن العروض المقدمة في جدول فعاليات دار الأوبرا السلطانية مسقط. طبعا هذا عامل مهم. نعم. إشراك المواهب العمانية أيا كانت، ودار الأوبرا السلطانية تولي هذه رعاية خاصة. كل عام هناك احتفال بيوم المرأة العمانية. نعم. في دار الأوبرا السلطانية، ونحرص أن يكون هناك جانب نسائي لتقديم العروض العمانية، فيكون هناك حضور للأوركسترا السلطانية، هناك حضور من هواة العود أو الفرق الشرقية والفرق الشعبية الموجودة في السلطنة. هناك أيضا حفل للاحتفال بالعروض العسكرية، وهذا أيضا شيء نحرص عليه وبنقيمه كل سنة. هذه السنة راح يكون على فترة يومين، وراح تكون طبعا هذه عروض مجانية تقام في ساحة الميدان. جميل. اللي هي خارج الدار، ولكنها طبعا من ضمن إطار دار الأوبرا السلطانية. الهدف منها طبعا إشراك وتغذية وتنمية المواهب. نعم. العمانية، وبالإضافة إلى طبعا العربية والعالمية. نعم. هناك أيضا عروض مهمة للأطفال، اللي هي العروض اللي بنسميها من وإلى الطفل. نعم. ونشرك في طبعا أنه يكون لازم يكون هناك حضور عماني من خلال هذه العروض. جميل جدا. إذن إحنا كان ودنا الوقت يتسع عشان نتحدث أكثر وأكثر عن يعني دور الكبير الذي يقوم به هذا الصرح الحضاري والإنساني والثقافي. إحنا مضطرين طبعا أن ننهي هذا اللقاء، ولكن قبل أن ننهي هذا اللقاء فقط ننوه أن العرض الأول في هذا الموسم، الموسم الرابع لفعاليات دار الأوبرا السلطانية مسقط، راح يكون هو طبعا عرض أوبرا لي، عرض استثنائي لرائعة الإيطالي روسيني الشهيرة حلاق إشبيلية. طبعا يعني أعتقد أن الكل يمكن متحمس حتى يرى هذا العرض الجميل جدا. إحنا نتمنى لكم كل التوفيق. هذا العرض طبعا راح يكون تاريخ 14/9 بمشيئة الله. إحنا دكتور ناصر بن حمد الطائي، مستشار مجلس إدارة الأوبرا السلطانية مسقط للتعليم والتواصل المجتمعي، شكرا جزيلا لك، وإحنا إن شاء الله راح نكون مواكبين لهذه الفعاليات قبل عرضها على دار الأوبرا السلطانية مسقط. شكرا جزيلا على دورك. شكرا لك معنا. وشكرا للاستضافة، ونأمل أن يكون الموسم الرابع موسم ناجح، وأن ينال استحسان الجمهور، وأهم من كذا أنه يساهم في إثراء الحوار والتعددية والحراك الثقافي في المنطقة بمشيئة الله. شكرا دكتور. أيضا إذن فاصل وراجعين. إذا نكون مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج من عمان، ونتمنى أنكم قضيتوا معنا وقت ممتع ومفيد. لقاءنا بمشيئة الله يتجدد في الغد مع زميل راشد السعدي. إلى اللقاء.